مباشر من جوبا على الهواء وعلى الانترنت. دا اي راديو، عينك على جنوب السودان. اهلا ومرحبا بك مستمعي اي راديو، والساعة 1:30 ولازم نشر اخبار، وبنبدا بالعناوين. أعلن نواب الحركة الشعبية في المعارضة استئناف والرجوع لجلسة البرلمانية أيام بعد ناشدهم الرئاسة إنه يوقف الإضراب استمر شهرين. قال البوليس القومي إن الطرق الرئيسية السرية في البلاد تم تأمينه من قطاع الطرق المسلحين بعد الحادثة الأخيرة اللي حصل على طريق جوبا نيمولي. وناشط في المجتمع المدني بيدل مؤتمر وطني يجذب الاقتصاديين من جنوب السودان لإيجاد حلول دقيقة للأزمة الاقتصادية. من أرمنا الأخبار إلى تفاصيل النشرة، وفي تقديمه أوباج أوكوتشاغاوم. أعلن نواب الحركة الشعبية في المعارضة استئناف الجلسة البرلمانية أيام بعد أن ناشدهم الرئاسة إنه يوقفوا إضراب استمر شهرين، ودا وفقا لنيال بول رئيس لجنة الثروة الحيوانية والسمكية في البرلمان القومي. الأسبوع الفات الرئاسة طلب من رئيس البرلمان القومي الانتقال لحل المشكلة اللي أدى لمقاطعة نواب الحركة الشعبية في المعارضة لجلسة البرلمان الشهر في الشهور الأخيرة. نواب المعارضة قضوا تقريبا شهرين خارج البرلمان بعد أن صادق المجلس على قانون الأحزاب السياسية، هم ادعوا أن المصادقة تم بدون إجماع. القانون بينص على أنه حزب سياسي مسجل لابد يكون عنده ما لا يقل عن 500 أعضاء في كل ولاية من الولايات العشرة، لكن الآخرين اقترحوا 300 عضو فقط. كما نص على تخصيص ميزانية الأحزاب السياسية وأنه يكون الأساس نتيجة الانتخابات العامة. بعد أسابيع من الجمود، رئيس البرلمان القومي الانتقالي حول القضية إلى الرئاسة لحل. لكن في اجتماع الأسبوع الفات، بحسب متحدث باسم النائب الأول للرئيس الدكتور رياض مشار، الرئيس الفاكير وجه رئيس البرلمان لمعالجة المشكلة. بوث قال بأنه كير ومشار اتفقوا أن المصادقة لقانون الأحزاب السياسية ما كان بالإجماع، لكن الأغلبية اللي بتحرك السلطة. في كلامه لآي راديو صباح اليوم، قال البرلماني نيال بول بأنه رجعوا لاستئناف الجلسات، وقال أن البرلمان وضع بالفعل آلية لحل القضية اللي خلاهم يعملوا مقاطعة لمدة شهرين. Yeah, we are now in the parliament. This issue will be resolved to right honorable speaker to resolve this issue, and we have a mechanism of resolving it. So all the laws that have been passed will come back to the parliament. Yeah, I'm now in my office. My message is that the people of South Sudan should own this agreement. This is the only hope for the people of South Sudan. Nobody is allowed to violate it. ويتكون البرلمان القومي الانتقالي من 332 أعضاء من الحركة الشعبية في المعارضة في الحكومة اي جي، و 128 عضو للحركة الشعبية في المعارضة اي او، و 50 عضو لتحالف جنوب السودان المعارضة سوا، و 30 من أحزاب السياسية الأخرى او بي بي، و 10 أعضاء من المعتقلين السابقين. قال البوليس القومي إن الطرق الرئيسية السرية في البلاد تم تأمينه من قطاع طرق المسلحين بعد الحادثة الأخيرة اللي حصل على طول طريق جوبا نيمولي. الناطق باسم البوليس اللواء جاستين قال بأن القوات الأمنية رفع درجة التحوب على طول الطريق السري وبيوفر الدوريات الأمنية للمسافرين. الجنرال جاستين قال بأن الإجراءات عملوا بعد الكمين المميت الأسبوع الفات على عربات ركاب. شهوديان كان قالوا بأنه 7 نفر قتلهم والعشرات تعوقوا، وحصيلة كان نفاو الجيش. لما تكلم آي راديو خلال عطلة نهاية الأسبوع، مسؤول البوليس قال الطرق السري إنه الطريق السري حيتم مراقبتهم. The road is actually being monitored. We have forces on the ground, and at the same time we escort the vehicles from Juba to Numile and from Numile to Juba. But sometimes we are appealing to the driver to cooperate with our forces, because sometimes they decide to travel without our consent.
because if they inform us that they are traveling, then we will alert our forces on the ground that there are vehicles traveling, then they will be there to monitor them. So, but generally after the incident, the road was accessible. After like 2 hours, vehicles were moving, all our forces came to the site, and then they were following the footsteps of the criminals. Now, currently, the situation is normal. Just the same from that day up to now, there is nothing on the road. قال رئيس مجتمع جنوب السودان في منطقة تروكانا الغربية في كينيا أن بعض أفراد الشرطة الكينية ضربوا حتى الموت لاجي عمره 17 سنة. بيقول بابا تشارلز رئيس مخيمات رقم 14 في مخيم كوليبي للاجئين أن الراحل جون إيموتاري كان بيشاهد مباريات الدوري الإنجليزي ممتاز مع أخوانه يوم السبت عندما واجهتهم بعض عناصر الشرطة الكينية. وعند رؤية الخطر جرى الشباب حسب ما ورد، لكن الشرطة ألغى القبض على إيموتاري بعد أن شعر بالتعب من الجري. وقام أفراد الشرطة اللي ما تم الكشف عن هويتهم بضربه على الفور مما تسبب في وفاته. تشارلز حكى لآي راديو الصباح ده الشيء اللي حصل. I did a giga and of the world can flow along by a moon can drop the aggregate. They mount have a target, a video, I know, aggregate Kura, Elamina, a Policia Jam in Menkakuma, Arabata Arba, Telemon Digua, Wala del Viga, Yao, Wala del Deru, where they walk at it, you will get to all the people who were there in Moncato. You will see the legend Nigeria, Nigeria can Walibaro, some people want it here and be the most color. Element still the Rari, the Museo, El Camana Balari, Monaco, we know. الدافع وراء الهجوم غير واضح، ولكن طلب تشارلز من فوضى الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين إلى تدخل في الأمر. كما ناشد المفوضية السامي لشؤون التحجن اللاجئين نقل شعبه من المكان الحالي إلى منطقة تسوية مواتية، وغير المنطقة بتعاني من عدم الأمن من المجتمع المضيف. آي راديو ما اتمكن من التحقق بشكل مستقل من المزايم. دعا الأمين العام لحزب مؤتمر الشعب الأفريقي إلى إطلاق سراح رئيس الحزب المحتجز في قسم الشرطة في جوبا. تون دينغور قال بأن رئيس الحزب دينغ بيل ويليام كان قبضه يوم أربعاء بالليل في بيته في حي الجبل من قبل رجال في ملابس مدنية وشالوا لمكان مجهول قبل ما يدعوا في قسم شرطة الملكية نحر اليوم التالي. وهو قال بأنه دينغ بيل في الأول عزبه قبل تسليمه إلى الشرطة. And then the following Friday, that is where we come out with opposition paper, rejecting the traditional governments, we extended as APC Central Command. And then for the process on Sunday, that was being led by some of the youth, the civil society, they released, they made the process, more process in Congo, just show them some sort of solidarity, my shepherds, and through the social media force, extend the solidarity and condemn, and ask the government to release them unconditionally. And that now, was met by the security apparatus coming to the house of actually 10. The security apparatus just came and picked him up at 10 p.m. exactly at night. Leaving his unit veterans, they were coming with non-uniforms and they were driving to a numberless car and two motorbikes. I think he was picked up and was tortured in an unknown location and later on brought to Malakia police station. After he was seriously tortured. والدافع وراء القبض على دينغ بيل غير واضح، لكن تون قال بأنه دينغ بيل انتقى تمديد الفترة الانتقالية وعبر عن التضامن مع المتظاهرين اللي احتجوا بسبب ارتفاع أسعار البضايع في سوق كونيو كونيو يوم الأحد الفات. تون اتهم القوات الأمنية بتضييق المساحات للسياسيين للتعبير عن آرائهم بحرية كما منصوص عليه في الدستور الانتقالي، وهو الآن بيطلب إلى إطلاق سراح رئيس الحزب. People are talking about political space, but why are you arresting the leaders of political parties that are actually engaged in, they don't have, they're not using arms, they're non-violent political actors, and it is the right of space. So we are still demanding the release, and after the release, we will take a legal procedure to bring to books those who arrest our shareholders.
ومن جهته أكد الناطق الرسمي باسم البوليس القومي اللواء جاسين القبض على دينغ بيل الطالب مفصول من جامعة جوبا واللي بقى سياسي وقال بأنه بيجري التحقيق معهم، لكن هو نفى المزام بأنه تم تعذيب رئيس حزب مؤتمر الشعب الأفريقي دينغ بيل ويليام. So far, I'm confirming the arrest, and then the investigation is going on. Because if I talk to you about what the problem is, my investigation will fail. So I'm just confirming that. See, the investigation, the elite people got involved, and they were not arrested. So they had to be brought in, such that they are investigated, whether the claim is true or not. So at night, because sometimes you get people that are not in the house during the day. We monitor you, and then you are arrested. It is normal. When I hear like this, but now you don't think you are shown, you are warrant of arrest, you are needed, you read it and then you go with us. But unless you resist, this is where we use force to make sure that you are arrested. وقبل الأخبار الإقليمية والعالمية، مستمع آي راديو، ناشط في المجتمع المدني بيده إلى مؤتمر وطني يجذب الاقتصاديين من جنوب السودان لإيجاد حلول دقيقة للأزمة الاقتصادية. بيقول إدمون ياكاني المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع من التقدم المعروف بسيبو إن وجود خبراء ممكن يساعد الحكومة في إيجاد حل طويل الأجل للاقتصاد المتدهور في البلاد. بيعاني جنوب السودان حاليا من التضخم وارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية، انخفضت قيمة العملة المحلية إلى مستوى قياسي تارك الأسر بتكافح من أجل البقاء. في وقت مبكر من الشهر ده وجه الرئيس الفاكير وزير المالية والتخطيط الجديد ديار تونغ لإصلاح الاقتصاد، ولكن بإيجاد الاقتصاديين بين العوامل القت تعيق انتعاش الاقتصادي بتشمل عدم وجود اقتصاد متنوع كما يتضح من ارتفاع أسعار السلع الأساسية. في كلام في برنامج The Dawn صباح اليوم، بيعتقد إدمون ياكاني إنه عقد مؤتمر اقتصادي وطني ممكن إنه يساعد في تصميم خارطة طريق لكل من وزارة المالية والتخطيط والبنك المركزي. You need to take economical professional decisions. Don't hurry. Don't politicize it. And that's why I'm somebody who's calling upon, if people are listening to me and if this message reaches the president, there's a need for us to call for national economical conference. Not for everybody. This national economical conference will bring the economic experts of this country from our academic institutions. We have quite a number of them. Juba University, Upper Nile University, Baragazal University. Call them and let them inform you. But don't make it like the Economical Crisis Management Committee. Because when the Economic Crisis Management Committee become another crisis on the economy. Their cost of expenses, the way they meet, even their trips. So I require the new Minister of Finance and the Central Bank to constitute that national economic conference. Not for people who are going to gamble, no. Bring the professionals, even if you mean seven people. Sit, scrutinize the situation, and look at our status. This requires at least the political leadership to allow the professional in the economic sector. So we don't need to politicize solutions to economic crisis. وبالخبر الاقتصادي مستمع آي راديو، بننتقل للأخبار الإقليمية والعالمية واللي بيجيكم برعاية شركة MTN للاتصالات وبصوت الزميلة إيفانس جونز. Aku, hana magi safir, hana gifiri sumahal tawilu gurus, sante de malian gurus, gubal mujiri maligana, hanti rasulu gurus afiwilahat. Italy sa wara zede, Italy sa vitab tajire jire rasulu gurus, gubudu gurus visenta. Ite maruf gali MTN jibulen na momo fibila de. Ah, aku, momo de biga sunu kaman, besaira na cave zado. Momo de MTN mobile money. Pre MTN mobile money de, ite bak de rafi su gurus taki de kulu fi yo telefon taki. Ite bak de rasul de ayu zon, alindo account de MTN mobile money de, fi ayu zaman, u fi ayu waka dalita dere. Asyanta mi fata hisap, ma momo, MTN mobile money, lazim kelta dusu, nejma, itnen sefir sefir, selim, weta biliko ke tirmin malumat al bisaidi ta kefi ta mi fata hisap taki. Life with mama, mama. شكرا زميل وباتش. وفي الأخبار الإقليمية، بداية من كينيا، حيث هناك توقعات متزايدة بأن النتائج اللي طال انتظارها للانتخابات الرئاسية اللي كان الأسبوع الفات هيتعرف الليلة.
وتم الانتهاء من فرز الأصوات والتحقق من النتائج، ويجري الترتيبات من قبل لجنة الانتخابات القومية لإعلان نتيجة الانتخابات، وبيتقدم نائب الرئيس ويليام روتو بفارق بسيط على رئيس الوزراء السابق رايلا أودينغا في أحدث إحصاء. ووفقا للقانون الكيني يجب الإعلان عن النتائج يوم 16 الشهر ده. في مكان تاني، اتهمت جماعات حقوقية في بوركينا فاسو الجيش بقتل أكثر من 40 نفر في شمال البلاد، وقالت جماعة مناهضة الحصان المحلية إنه هناك العديد من حالات الاختطاف اللي جاء بعد عمليات إعدام بإجراءات موجزة، وأضافت إنه تم العثور على جثث الضحايا على الطريق بين تافوغو وبرومبا معصوبي الأعين وأيديهم مربوطة. وقالت مع حقوقية تانية هي مرصد الكرامة الإنسانية إنه معظم الضحايا من الفولاني وهم مجموعة عرقية معظمها مسلمة من الرعاة شبه الرحل. والجيش في بوركينا فاسو نفى اتهامات متكررة بارتكاب انتهاكات حقوقية. وأخيرا، غلت تقارير إن المدفعية الأوكرانية غصفت مغارا لمجموعة فنجار شبه العسكرية الروسية الغامضة من المرتزقة في شرق أوكرانيا. تم الإبلاغ عن الهجوم في بوبسون من قبل سيرهي هايداي الحاكم الأوكراني لمنطقة لوهانسك والعديد من مراسلي الحرب المؤيدين للكرملين. عدد الضحايا ما واضح ولا تزال التفاصيل غامضة، ونشرت صور قالوا إنها تصهر الأضرار على ختمة المراسلة تيليجرام، وارتبطت فنغر بجرائم حرب. شكرا للاستماع، بنقلكم لزميل باتش لمواصلة النشرة. شكرا مستمع آي راديو. بننتقل للملاعب الرياضية مع الزميل الشيخ شول أجين. مرحبا بكم في نشرة الأخبار الرياضية. أعلنت اتحاد جنوب السودان لكرة السلة أن شركة MTN للاتصالات في اتحاد جنوب السودان يكون الراعي الرسمي للمنتخب الوطني لمدة 3 سنوات، وتم الإعلان عن هذه الخطوة بعد أن حقق منتخب جنوب السودان رجال لكرة السلة انتصارات تاريخية في بطولة أفرو باسكت اللي كانت في رواندا مؤخرا. ومع ذلك في مرحلة المقبل وقع جنوب السودان في المجموعة السادس إلى جانب البلد الوضيف تونس ومصر والكونغو الديمقراطية والسنغال والكاميرون. مباريات جنوب السودان والسنغال ومصر وتونس ستكون من المباريات الكبيرة في اليوم الأول من افتتاح المنافسة الرابعة للمجموعة اللي يبدأ من يوم 26 شهر 8 في تونس. ووفقا للبيان اللي شافه إذاعة آي راديو، تشمل الشراكة متعددة السنوات شعر بتاع شركة MTN اللي بيظهر بشكل واضح على فنايل بتعليم وحقوق الصور الرياضية للإعلان، وأيضا تنشيط الإعلام التجارية المحلية، ويتم برضو صناعة المستلزمات الرياضية بالفريق بشعارات منتجات الخدمات المالية الجديدة من MTN مومو. جاء أنف هاري كين بعد 6 دقائق من الوقت المحتسب بدل الضايع اللي منع توتنهام تعادلا دراماتيكيا، حيث انتهى ديربي لندن الناري على ملعب ستانفورد بريدج بمواجهة قاضبة بين توماس توخيل وأنتونيو كونتي اللي أسفر عن بطاقات حمراء لكل من المدربين. وكانت الأعصاب تتصاعد طوال الوقت حيث تقدم تشيلسي مرتين قبل أن تمنع ضربة رأسية لكين من النهاية توتنهام نقطة التعادل. وكانت تشيلسي قاضبا من أن الحاكم أنتونيو تايلور فشل في معاقبة رودريجو بنتانكور بسبب تهديه على كاي هارفرتز وعلى الاشتباك اللي جاء من بعده غضب وتشابك بالأيادي بين المدربين، وانتهى بتلقي كل من مدرب تشيلسي توماس توخيل ونظيره في توتنهام أنتونيو كونتي بطاقات صفراء. وفي إسبانيا افتتح ريال مدريد دفاع بتاعه لقبه بتاع الدوري الإسباني بفوز صعب، حيث جاء من تأخره بهدف ليهزم المريه بهدفين دون مقابل. وعارس لارجي مازاري مهاجم مانشستر يونايتد السابق فريق المريه حالي في التقدم مفاجئ بعد 6 دقائق فقط، وقدم عارس مرمى الفريق فرناندوس مارتينز سلسله من التصديات لهباط ريال مدريد قبل ان يتعادل لوكاس باسكيز، وسجل ديفيد الافا هدف الفوز من ركله حره بلمسه اولى بعد نزوله من دكه البدلة. بكذا مستمعينا الافاضل بكون وصلت معكم لنهايه نشره الاخبار الرياضيه من اذاعه آي راديو، والان بنعيد الميكروفون لزميل اوبجوكو شغال لمواصله بقيه الاخبار. وفي ختام النشرة مستمع آي راديو بنرجع وبنذكر بأبرز ما جاء في المقدمة.
أعلن نواب الحركة الشعبية في المعارضة استئناف الرجوع للجلسات البرلمانية أيام بعد نشدهم الرئاسة إنه يوقف الضراب استمر شهرين. قال البوليس القومي أن الطرق الرئيسية السرية في البلاد تم تأمينه من قطاع طرق المسلحين بعد الحادثة الأخيرة اللي حصل على طول طريق جوبا نيمولي. وناشط في المجتمع المدني بيدعو لمؤتمر وطني يجذب الاقتصاديين من جنوب السودان لإيجاد حلول دقيقة للأزمة الاقتصادية. إلى حين مستمع آي راديو انتهى نشاط الأخبار. لو إنك أي خبر أو مناسبة وإنت در لوخ تغطية ممكن ترسل لنا رسالة نصية رقم التالي 0925-287-270 ودي نفس الرقم بتاع الواتساب. إنت برضو ممكن تتابعنا على تويتر آي راديو جوبا كلمة واحدة أو زيارة مواقعنا على الإنترنت www.iradio.org لتستمع الأخبار باللغة العربية والإنجليزية. ممكن كمان أنت تشارك في قناة بتاعنا اليوتيوب آي راديو ساوث سودان. نيابة غرفة الأخبار والفريق الفني كنت معكم في تقديم النشرة أوباج أوكو الشاقاو. واصل استماع لآي راديو. أنا كلا جنوب السودان. إلى اللقاء.